مرحبا بكم متابعين عبر قناتنا عبد وجدي يوتيوب لحوار الطقس. سنقدم لكم نشرة جوية للمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية الغزيرة، وهذا اليوم الخميس الأول من شهر جوان 2023. إذن خلال فترة صباح أمطار، وخلال فترة مسائية ستكون أيضا أمطار معتبرة مع تساقط لحبات البرد. إذن الخميس صباحا أمطار مرتقبة على المناطق الشرقية، السوق هراس وقلمة، جنوب قسنطينة، أم البواقي، باتنا، خنش الأتبسة، وأيضا بعض الأمطار على المناطق الغربية التي ستعود من جديد، واضطراب جوي آخر جديد سيشمل المناطق الغربية كمناطق ولاية عامة خلال الفترة الصباحية. في الفترة المسائية نتوقع لأمطار معتبرة على المناطق الشرقية، ولاية الطارف، عنابة، سكيك، دجيج، البجاية إلى غاية تيزي وزو، البويرة، شمال سطيف، ميلا، قسنطينة، قلمة. بعض المناطق من ولاية الجلفة تتشهد أمطار غزيرة. عودة الأمطار من جديد خلال الفترة الليلية أو الفترة المسائية إلى الليل على تلمسان، عيتي، وشنت، وهران، مستغانم، بالإضافة إلى مناطق معسكر، غريزان، أيضا سعيدة، وسيدي بالعباس، ستيارت، أيضا مناطق الأغواط، البيض، والنعامة، والمشترية. هذه المناطق ستعود إليها الأمطار من جديد، أمطار ستكون قوية، وخلال الأيام المقبلة أيضا ستشهد المناطق الجزائرية الوسطى والشرقية أمطار معتبرة. سنوفيكم إن شاء الله بتفاصيلها لاحقا إن شاء الله. الرياح أيضا ستكون قوية على المناطق الجنوبية الغربية ومنطقة الصورة، قد تؤدي لبعض الزوابع الرملية القوية. إذا متابعينا الكرام سنوفيكم بتفاصيل مهمة لاحقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.